علينا أن نعترف وأن ندرك أن القدس هو رمز ديني لليهود ومقدس كقداسة مكة والمدينة للمسلمين، وعلى العقل العربي أن يتحرر من الموروث الناصري والموروث الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي الذي غرس لمصالح سياسية بحتة ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة. يجب علينا أن عندما نتعامل مع الجانب الإسرائيلي أو في مفاوضات السلام، هل يعني كلامك بأن على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن المطالبة بالقدس الشرقية مثلا كعاصمة لدولتهم المقبلة أو المستقبلية؟ أنا لم أقصد ذلك. أنا أقصد أن على الجانب الفلسطيني والجانب العربي والمجتمعات العربية أن تؤمن عندما تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، أن تؤمن بهذه الحقيقة، وهذه حقيقة أكدتها الكتب السماوية وتاريخ المنطقة، أن اليهود هم جزء من هذه المنطقة، من تاريخ هذه المنطقة. اليهود وهذه الدولة إسرائيل هي نتاج الحق التاريخي لليهود في المنطقة. عندما نتعامل مع المفاوض الإسرائيلي ونحن مؤمنين أنه هو شريك في تاريخ المنطقة، سواء على مستوى القيادات أو على مستوى الشعوب أو على مستوى النخب الثقافية، هذا سيسهل الكثير وسوف يعطي مرونة في تحقيق السلام. أعتقد أن الفرص أضاعها العرب من بداية 1956 عندما تمكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من مسك زمام الأمور بأن يقوموا على أن تكون هناك دولة فلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس. أعتقد هذا القرار رغم أن رفضه معظم المجتمعات العربية، ولكن يحمل في ثناياه فرصة ليكون المفاوض الفلسطيني يستطيع إذا توحد القرار الفلسطيني أن يستطيع أن يحقق مكاسب سياسية بفن الممكن على طاولة المفاوضات. ولكن أنا عندي ملاحظة، لماذا أنا وجهة نظري أن إسرائيل دائما تتحفظ ولا تتقبل في بعض الأوقات أو تصدق أن العرب هم صادقون في 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 نياتهم لتحقيق السلام؟ إسرائيل تعتبر المنطقة الوحيدة في المنطقة الذي يستطيع المواطن الإسرائيلي تشكيل الحزب الحاكم أو تشكيل السياسة الإسرائيلية. أنا عندما كنت زرنا في رام الله تحدثت مع مركز دراسات فلسطينية وقلت لهم أنتم لا تجدون لغة الخطاب للمواطن الإسرائيلي، خطاباتكم لا تعطي الاطمئنان للمواطن الإسرائيلي أن تحقيق السلام هو سوف يعطيه الشرعية، سوف يعطيه الأمن في المنطقة. كيف يريد أن يطمئن أن أعمل سلام مع شعوب هي تعتبر الكراهية لها شيء متجذر في ثقافتهم؟ أعتقد علينا أن نغير الخطاب التعامل مع اليهود ومع الإسرائيليين. علينا إذا نحن العرب نريد فعلا أن تكون هناك تسوية، أن نعيد النظر وأن تكون لنا ثورة فكرية في الثقافة التعامل مع اليهود، وأن نؤمن أن اليهود هم جزء أصيل من المنطقة، وأن نؤمن أن السلام هو الطريق الأمثل لتحرير المنطقة من عقود من الصراعات أنهكت المنطقة وأنهكت موارد المنطقة.